انطلاق الدوري النسوي اليوم بلقاء يجمع فتى بغداد والخوج. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضوركم الى ملعب القوى الجويه. ان شاء الله بدايه خير للرياضه النسويه وخاصه الرياضه العراقيه، وان شاء الله مباراه الجويه وفتاة بغداد. فتاة بغداد فريق يعني شباب وفريق فريق الجويه يعني عده نجوم منتخب العراقي، وان شاء الله راح يكون هاي بدايه انطلاق الرياضه النسويه حقيقيه بالعراق، لان هالموسم سجل يعني سيستم ولاعبات واحتراف، وان شاء الله بدايه موفقه. فوز اول للقوى الجويه في اول مباراه، ان شاء الله هي البدايه، هي تبين يعني بدايه فريق البطل يبين من اول مباراه، وان شاء الله التوفيق لجميع الفرق وفريق قوه جويه ان شاء الله. ونشكركم مره ثانيه على حضوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالافتتاحيه لنادي القوه الجويه، انتصار اول وان شاء الله الحصول على درع الدوري مع المدربين والكادر التدريبي، ونتامل يكون الدوري بدون انسحابات ويشاركون اكثر الانديه بعد على السنوات القادمه. شكرا.